كابتن ابراهيم حسن بعد مباراة بعد فوز المنتخب المصري على منتخب بوركينا فاسو بعد هدفين مقابل هدف واحد. مرة أخرى برحب بك زميل عزيز تامر صار، برحب بضيوف الكرام ومشاهدينا الكرام. وانتهت مباراة منتخبنا الوطني وبفوزه على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف. الكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب، كابتن إبراهيم ألف مبروك العلامة الكاملة لمنتخبنا النهاردة، أداء أكثر من رائع في الشوط الأول، الشوط الثاني قل إلى حد ما. أولا تعليقك على المباراة فنيا؟ يعني فنيا احنا الحمد لله اللي بدانا الشوط الاول زي ما انت بتقول فعلا بشكل كويس وفي فرص وتقدر، وجبنا في اول المباراه جونين كان ممكن نجيب تالت ورابع وفي فرص، بس هي ممكن يكون اللعيبه اطمنت شويه، حاسين ان في اي وقت هتجيب جون. دي انت عارف اللعيب المصري هي دي، يعني بيبقى عنده الطمانينه بتبقى زياده على اللزوم شويه. انما في بالنسبه لي انا طبعا ما كناش عايزين يبقى في نضغط عصبيا في اخر المباراه، عايزينك تبقى ماشي مرتاحه كده من اول الماتش. انما زي ما بقول لك هي الفكر كده، الفكر ممكن على مستوى مش كل العالم، انت بالذات اللعيبه العربيه واللعيب المصري برضو اللي عنده زي ما بقول لك بيطمئن بدري، وده غلط. واحنا مش دي، يعني احنا ما عندناش دي، انت عارف انا كنت حسام ما عندناش دي. انما هو الحاجه كويسه ان احنا سعداء جدا بالثلاث نقط، بتلعب فرقه مباشره المنافس بتاعك المباشر. يعني طبعا انا ما بقللش من منتخبات ثانيه لسه، غينيا واثيوبيا لا يعني كل واحد له حظوظه، انما بتكلم الى حد ما فرقه بوركينا طالعه زي السنغال، طالعه زي برضه كان زامبيا وزيمبابوي وزي في الاخر والناس دي ونيجيريا والحاجات دي، هي الطلعه بتاعتهم طالعه زي جنوب افريقيا برضه. فهو في فرق لازم بتطلع كل فتره تبقى فرقه قويه جدا على مستوى افريقيا. فاحنا لازم نبقى عارفين ان احنا بنلعب خصم قوي. يعني احنا دخلناهم في معانا في الجيم، ما كانش ينفع ان هو يخش، بس زي ما بقول لك هي العقليه زائد الارتياحيه، كان ممكن حاسين ان انت هتجيب جون ثالث ورابع في اي وقت. ضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش وكانت واضحه جدا، انا مش عارف انتوا شايفين ايه، انا ما فيش فار. ضربه جزاء بتاعتنا انا احساسي ما اعرفش بقى الناس اللي موجوده في الاستاد، الجون اللي دخل فينا حاسس ان اوفسايد 100%، لان اللي عاملين اللي واقفين على خط الجون مع الشناوي ثلاثه من فريق بوركينا. فانا ما اعرفش، انا بس انا احساسي بالحاسه بتاعتي ان الكره دي اوفسايد، ما ينفعش يبقى الثلاثه موجودين على خط الجون بالطريقه دي، لان انت ما عندكش اللعيب بتاعك بقى في خط الجون مع الشناوي. فأين كان لو اوفسايد يبقى اوفسايد. انا شايف الحكم كان متحامل جدا، يعني مش حكم يعني انا لما بروح العب في افريقيا بره مع اي فرقه صغيره كبيره احنا ما بنشوفش الكلام ده، ما بنشوفش فرقه حد بتعطف معاك ابدا. الفرقه الراجل زي ما تقول صعب عليه ان احنا كسبين 2-0، بقى في فاولات حاجات يعديها بيصفر، ما انت الراجل اللي عندنا ما عملش اي حاجه معاه يصفر يلحقه بفاول، واكيد اظن الناس كلها شايفه. على الاقل يعني على الاقل ضربه الجزاء طب هتحسبها امتى؟ على الاقل الجون ده لو اوف سايد ما نفس الشيء. زائد فيك تكتيفه في الملعب بيكتفك في فاولات كتيره زي ما بقول لك. انما احنا سعداء جدا بالثلاث نقط، مهمين جدا جدا جدا، احنا لازم نشتغل عملي ولازم نكون عمليين. نلعب ولعبنا كوره وكل حاجه، انما اهم حاجه الثلاث نقط، كان ممكن ماتش يتسرق. انا سمعت نتائج غريبه جدا حصلت، مش عارف الجزائر اتغلبت على ملعبها وفي برضه الناس اللي معانا اتعادلوا، ففي اعتقد السنغال باين حاجه كده، في ما اعرفش في ولا غانا اتغلبت اعتقد. انا بتكلم في فرق كبيره التصفيات بتقع، وبعدين انت عندك لو عندنا اربع فرق في مجموعه هتبقى سهل قوي، انت خطفت وجريت. لا انت عندك بتكلم في ست فرق، يعني خمس ماتشات في ثلاث نقط بكام؟ ب 15، دور اول ودور ثاني يبقى 30 نقطه، انت بتتكلم يعني بيتكلم في 30 ماتش 10 و الدور الاولاني 15 و15 30 ماتش، يعني انت موضوع كبير. الاول ما انا بتكلم 30 بونت في 10 ماتشات، خمسه دور الاولاني خمسه دور الثاني. امتى نقول بشكل 80%؟ يعني خليني اقول لك الشارع بيقول ان احنا لو فزنا على غينيا بيساو بنسبه 80% 90% صعدنا. انا لسه هلعب بوركينا تاني وهلعب اثيوبيا تاني وهلعب غينيا، يعني هتلعب غينيا تاني وهتلعب الجيبوتي، ما فيش حاجه مضمونه.
يعني انا كل اللي لعبته دوت بعد ما اخلص الدور هلعبهم تاني، فكل نقطه محسوبه. فانا شايف بقول للناس، انا بالنسبه لي احنا ما وصلناش كاس عالم قبل كده 90 ولا لما كسبت الفرقه في اخر والحكم صفى، انما تقول 70 و80 انا مش مع الكلام ده خالص. طمنا على امام عاشور كويس، بس حاسس هو اجهاد شويه في العضله الضمه، هو حاسس بجهاد، انما مع الاستشفاء ان شاء الله يبقى كويس ومسافر وكل حاجه ده. واحنا اعتقد ان شاء الله مع دكتور اشرف صبحي بنحاول، ان احنا بنحاول المفروض كنا نسافر بكره بس هنأجل، بنحاول لسه ما يدينا الاوكي، لان هو بيتفق مع شركه الطيران بتاع مصر يعني مصر طيران، بحيث ان مع وزير الطيران برضو ينسقوا بحيث ان يرحلوا الرحله اللي بعد بكره، فدي مستنيين لو ادانا الاوكي ماشي، لو ما كانش هنبقى في ميعادنا زي ما هو، انما يعني ده كل بس انا يعني عايز اكد تاني على الناس الجمهور، ان بقول لهم مبروك، عايزين نقرب، كل ثلاث نقط بناخدها حاجه كبيره جدا في المشوار بتاعنا، لان المشوار طويل، باكد المشوار طويل، ومش الماتش ده ولا اللي بعديه هيبقى 80% من الوصول، لا لما يبقى فاضل ماتشين على نهايه الجروب واحنا ماشيين بالله باذن الله بنقط منتظمه اقول لك تمام، انما انا ببارك لجمهور مصر كله وبشكرهم على وقفتهم ورانا في ظهرنا، سواء كان في العاصمه وهنا، فانا بشكرهم، جمهور مصر جميل، وهم انا عارف محبتهم لمصر وحبتهم لحسام وابراهيم حسن، فدي حاجه كويسه، فان شاء الله عايزين الماتشات اللي جايه يبقوا في ظهرنا على طول، وبشكرك جدا، وان شاء الله نبارك للجمهور تاني في ماتش غينيا باذن الله. كابتن ابراهيم ربنا يخليك، تشك تشك. عندك اللقاءنا المهم مع الكابتن ابراهيم حسن مدير الكره بمنتخبنا او مدير المنتخب الوطني المصري، عوده للاستوديو واستكمال باقي فقرات استوديو التحليل.